الفراخ دي بقى انا بقى على النار، مخرجنا بيسال دي بتاعت ايه؟ استاذ الاستاذه رحاب، مقادير سلطه الدجاج بالتفاح على الشاشه. صدور فراخ على النار في طريقها للسوى، حلو قوي. ومعانا كمان تفاح اخضر وخس كابوتشا او اي خس بلدي مفيش مشكله. والدجاج بيستوي بنحط له طبعا شويه روزماري شويه زعتر لطاف كده حلوين عشان يبقى طعم الفراخ حلوه كاننا بنعملها روست. ايه الدنيا عامله ايه؟ الله، ايه رايك في الصوره الحلوه دي مخرجنا؟ والمقادير على الشاشه من قلب الطاسه. والسر في الطاسه وجبنا الخلاصه. نقلب كل ده مع بعض يا عم الشيف. القرع العسلي. القرع العسلي يتناغم. ننزل بالشوفان. الفراخ اخبارها ايه يا عم الشيف؟ اتحرقت ولا ايه؟ معقوله برضو ده كلام؟ شايفين بتستوى. انا عايز بسويها علشان هنعملها دلوقتي السلطه. وانا واقف كده جنبها. ده الطبيعي. خد راحتك. الدجاج بيستوي كده زي الفل. حاضر يا غالي، عينيا. تعالوا مع بعض نعمل طبق سلطه فيه كل العناصر الغذائيه من التفاح المفيد للقلب، فيه بقدونس، فيه كمان شوفان، حبوب الشوفان نحطها بدل المكسرات، فيها توم، فيها زيت زيتون. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي. فراخ اخبارها ايه؟ طبعا انا عايزها تستوي بسرعه او ما اعمل حركه لطيفه. العب يا سمك. وغطي الحله دي تقوم على طول تستوي معاك بسرعه. شفت التركه؟ هي دي، خلص الكلام. دقائق معدوده نكون جهزنا الطبق بتاعنا في الوقت الباقي لينا، عشان الطبق ده محتاجين نرسمه دايما. طبق السلطه لوحه فنيه، ست البيت تطلع المهاره الفنيه وحبها للمطبخ من خلاله. معانا تفاح ومعانا شوفان ومعانا خس ومعانا جرجير. ناخد الخس الحلو، الشوفان، الكابوتشا ده كده يتغسل كويس بالسكينه بلانشه نظيفه، ما يكونش مكانها سمك، ما يكونش مكانها فراخ، ما يكونش مكانها لحمه. سكينتك نظيفه. اخواننا الفرنساويين بيحبوا الطبق السلطه ده كده، تحط معاه بقى زبيب، تحط معاه عين جمل، تحط معاه البقسماط اللي هي الحاجات السيليزون الجميلة الحلوة. كل ده في ايدك تعمليه، بس انا بديك الفكرة وجودي انت بقى، وريني حبك للمطبخ. بقسماط بتاعنا بتاع الشاي ده ممكن تحطيه مع الطبق السلطة ده يبقى لطيف اهو. الخس بتاعنا زي الفل اهوت. عليك يا استاذة رحاب، نحط كانوة غالية، حط حبوب الشوفان عادي، بس الكينوا طبعا تبقى الطبق ده كده نقعد جنبه كده ومحدش يقرب منه غيري انا وبس. اهو بس دي حلوه. تمام، نرسم الطبق ده بقى. اخبار صدور الفراخ ايه؟ استويت ولا لسه حلوه؟ اكيد طبعا استويت. الشيف المغازي حط لك الميه وانت بتستوي خلاص. تعالوا ناخدها مع بعض كده. هو المفروض للامانه يعني ان الفراخ دي تبرد وتتحط على الخضار عشان الخضار ما يندرش وما يهبطش. احنا هنخليها لاخر مرحله هنا، ولكن لازم نفهم ايه الصح وايه الغلط. على نفس البلانش. زي ما انا شغال كده واشيل كل حاجه من هنا، ده الطبيعي. احنا نقول اللي علينا. حلو قوي الطبق ده، خليه كده. الله، وروق الكاونتر بتاعي عشان طبق السلطه ده عايز ارسمه بقى لغايه لما مخرجنا يقول لي ايه وقت خلص. باي باي. اعزمه على قهوه، اعزمه على شاي، فيش هو الوقت. اقول له يا عم اديني دقيقتين من عندك ولا انسى. الله، شفت جت بنت الحلال في الوقت، قالت لك ثلاث دقايق وعلى الختام. حاضر. طبعا انت لو في المطبخ يا ست الكل وسمعتي ثلاث دقايق وجوزك جاي وانا تحت البيت هتطلعي تجري من المطبخ. انا واقف اهو، ورزق ورزقكم على الله. حلو. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ طبيعي. بسم الله الرحمن الرحيم.
حلو قوي. تفاح، تفاح اخضر. التفاح ده يتقطع بقى ايه وانا شغال كده زي الفل. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم اخضر يا شيف زي ما انت عايزه، في تفاح اخضر تفاح احمر، بس هو الاخضر في السلطه وفي الاكل افضل بكتير من الاحمر. الاحمر في الفروت سلطات ما بيقولش لا، بس خلي بالك التفاح هنا يسود. لا معنا نحط عليها دلوقتي الدريسنج بتاعها اللي هو عباره عن زيت وعصير ليمون، عندك خل بلسمك حط معلقه. اه شفت الجو ده كده اهو. انا بحب السلطه دي على فكره، لان باكل الطبق ده بلاقي تفاح، بلاقي مكسرات، بلاقي اللي انا عايزه كله. تمام بسرعه كده نعمل الصلصه بتاعتنا. بوله، فص ثوم ناعم، زيت زيتون، شويه فلفل اسود بما ان فيها فراخ، ده الطبيعي. اه وعصير الليمون هنا طبعا مش هيخلي التفاح لونه يتغير. فص الثوم الني انا بحبه دايما في السلطه، بيديها قيمه غذائيه عاليه جدا، بيقوي المناعه. الثوم بيساعد على حرق الكوليسترول. عصير الليمون، نقلب دول كلهم مع بعض يا عم الشيف. اللهم صل على النبي. سنة شبت صغيرة حرامي ده، أنا بحبها قوي في السلطة، بتقلب على مصر على طول. اه هما الأجانب مش بيحبوا الشبت في السلطة، بس عايزة طبق سلطة ياخد سكة مصرية سنة شبت. خلي بالك على وش السلطه كده. نقدر نعمل طبق السلطه ده بكل سهوله، ما تنسيش تحط على التفاح الليمون عشان يقعد اكبر وقت لونه ما يتغيرش. والاكسده احنا عارفين التفاح بتنجان موز اكسده عاليه، اول ما بتقشرها بتسود على طول. اهو الله على طبق السلطه ده. اهو في الجرجير، في الخس، يعني الطماطم ملهاش علاقه بالموضوع. بيقولي ليه مش حاطط طماطم؟ ممكن نحط خيار بس برضه ملوش علاقه. نحط شويه مكسرات، عين جمل، زبيب، الف هنا وشفا للي ياكل. حلقتنا النهارده بساطه، سهوله، مرونه، حريصين كل الحرص نعمل الاكل في متناول الجميع لكل افراد الاسره بدل المكسرات، عشان المكسرات ممكن يكون فيها بروتين غير مشبع. انا حطيت حبوب الشوفان اهي محمصه على الوش، او نحط كينوا زي ما احنا حابين.